الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه تيبل تنس مع كابتن رضا ثابت. انا طبعا سعيد بيكم جدا ومبسوط بكل كومنت بيتقال لي جميل، ولو حتى اي كومنت سلبي انا برضو بمبسوط، لان دي وجهه نظر ولازم تحترم. وطبعا انا بشكر كل الناس والله ان هي بتدعمني بكلام طيب وحاجات كتير يعني، فده بيسعدني وبيخليني ان انا اشتغل اكتر واطلع افكار اكتر والكلام ده كله. طبعا الحاجه دي احنا شفناها كتير في عند الصينيين والكلام ده كله، دي بتاعه الموبايل فاكرينها، كنت عملت قبل كده فيديوهات، بس هي كانت دي ليها اخت فوق كده برضو يعني عشان يتعمل على الموبايل. احنا عملنا فكره وان شاء الله هننفذها، بس انا بحاول ان انا اوصل يعني الاجمل شكل وامتن شكل، يبقى حاجه متينه كده علشان خاطر وانت شغال عليها تفيدك وتبقى مهمه باذن الله. وطبعا كان عندنا مشكله في ان احنا نعمل فتحات للكوره مظبوطه، في واحد اسمه البشمهندس عمر زياد الله يبارك له يعني خدمني فيها وعمل لي حاجه محترمه وتعب معايا صراحه، ان كان بوقت ولا بمجهوده، ويوصلني ان احنا نقدر نعمل فتحتين اصل بعض حاجه كده هو عملها. في ناس بتسالني ايه الفرق بين التوب سبين والسبين. هو توب سبين يعني سبين الاعلى، سبين يعني دوران، هي كلمه سبين لوحدها يعني دوران خلاص كده. فطبعا واحنا بنمرن بنقول ايه العب سبين، سبين يعني هتضرب الكره دوران خلاص كده. طيب ايه توب سبين؟ توب سبين يعني اعمل سبين الاعلى، يعني في فرق بين التوب سبين كده لفوق كده، التوب سبين لفوق اهو بقوم ضارب الكره كده خلاص كده، وفي فرق بين سبين كده، بس هو سبين في الاخر، هو مدي دوران في الاخر تمام. طيب انا بقى وانا بمرنك مش هقول لك ايه العب توب سبين، يلا العب سبين فورورد، لا انت تبقى يعني خلاص بيبقى في لينك كده بين اللاعب والمدرب، بيبقى فاهم امتى يضرب توب سبين وامتى يضرب سبين. التوب سبين من تحت لفوق، والسبين من فوق لقدام كده تمام. طبعا احنا قلنا قبل كده ان انا بحاول اضرب الكره دايما من اخر نقطه ليها وانا بضرب سبينات. دلوقتي هناخد بالنا بقى ايه، انا بعمل توب سبين، شفت باخد الكره دراعي لازم ينزل تحت الترابيزه ويطلع اهي، هشيل وارمي لقدام، اشيل وارمي لقدام، اشيل وارمي لقدام اهي، اشيل وارمي لقدام. طب السبين العادي من فوق لقدام، حاول اضرب الكره من اعلى نقطه ليها اهي، امرجع كوعي واشد الكوره كده، يبقى انا بضرب سبين كده توب سبين اهي من تحت لفوق. طب امتى بعمل توب سبين دي؟ لما اللي قدامي يعمل لي الكوره قطع. احنا قلنا قبل كده القطع هي الزقه، هي الاندر سبين، هي الباك سبين خلاص كده، لان كل واحد بيقول يعني صيغه معينه عاجباه بيقولها وبيرددها. يعني انا مثلا اوقات بقول العب قطع، بالنسبه لي انا، في واحد مدرب يقول لك زق خلاص، في حد تاني يقول لك العب اندر سبين، في واحد تاني يقول لك العب باك سبين. بس طبعا لما يقول باك سبين، هو طبعا باك سبين يعني دوران للخلف، مش بقول باك سبين يعني هلعب بالباك هاند سبين، لا. ف اغلب الناس عشان ما يبقاش في لخبطه يقولوا العب قط او العب زق او العب قط، في يعني ناس بتقولها كده، وفي يقول لك العب ايه اندر سبين تمام. انا امتى بعمل التوب سبين اللي هو من تحت لفوق واشيل الكوره كده؟ لما الخصم اللي قدامي يكون لعب الكوره قطع او زق زي ما احنا قلنا خلاص كده، انزل اشيل وايه والف. انا بتعامل بناء على الكره اللي جايه لي، انا دلوقتي مثلا متخيل ان واحد بيحدف لي الكور كلها قاطع مثلا، بنزل اشيل وارمي لقدام، انزل اشيل وارمي لقدام واحاول المس الكره من اخر نقطه. طب هي بتفوت مني مفيش مشكله، لان هي في وضع ثبات مش هتقابلني خلاص، فبحاول اسحب الكوره، وكل ما يكون الدوران عالي من تحت الكوره واشيل اهي من اخر نقطه ليها اهي اهي، اشيل واقفل اشيل واقفل اشيل واقفل من اخر نقطه ليها عشان تدي الدوران ده، وابقى مطمن ان انا شلت الكوره، نزلت عشان اشيل ولمست عشان الف خلاص كده. طب ليه من فوق؟ انا معتبر مثلا اللي قدامي بيحدف في الكوره كونتر، فممشي لقدام كده وهي بتفوت مني كده، معنى كده ان انا صح مش غلط. ايه ده يعني انا خسرت النقطه؟ خسرت النقطه، بس انت بتتدرب دلوقتي، يعني مش فارق معاك تكسب نقطه او تخسرها، لازم تفرق جدا ما بين انت بتتعلم ولا بتلعب ماتش.
الماتش اللي انا بلعبه ده ماتش مهم ولا ماتش عادي؟ ماتش في الدوري مثلا ولا ماتش ودي؟ ماتش في بطوله وديه ولا ماتش في بطوله رسميه؟ تحاول تفرق علشان خاطر تطلع احسن ما عندك. لكن انا مثلا ده اللي بلعب ماتش ودي مع واحد زميلي، بالنسبه لي مثلا انا عايز استمتع، ليه بقتش لاعب، انا بقيت مدرب خلاص كده. فبحاول اعمل شويه حاجات كده كنت فاكرهم شويه في اللعب، في الحركه، في حاجه كنت بفنش بيها الحاجات دي بالنسبه لي لما اكون بلاعب واحد عادي. لكن امتى لما اكون بلاعب واحد مثلا في مثلا في ماتش رسمي، لا الوضع بيبقى مختلف. بحاول حريص جدا ان انا ما اخسرش، حريص جدا ان انا مفيش كره دي، حريص جدا ان انا ما العبش بونت وخلاص، لا ببقى مركز هلعب السير في ايه علشان الكره هتجيلي فين وهلعبها ازاي. ده مهم جدا ان انا اتعاول ان انا اتعامل معاه خلاص كده. ومهم جدا طول ما انت بتلعب في حاجه اسمها خساره مكسب، عايزك تحطها في دماغك دايما، في حاجه اسمها خساره مكسب، في حاجه، في مصروفات بعملها علشان تجيب لي ايرادات، صح كده؟ دي اسمها خساره مكسب في اللعب. ان انا مثلا بجرب سيرف مثلا لعبته مره ولا مرتين عجبني بس لسه بقع فيه، لا افضل كرره لغايه لما تحفظه وتتقنه، مش هتقع تاني. انا اتعلمت مثلا السبين، يا عم اضرب واخسر، مش فارق معاك ايه اللي هيحصل لك لو خسرت، يعني مش انت عايز تنبسط. طول ما انت خايف تلعب، طول ما انت مستواك مش هيزيد. طول ما انت في جراءه وشجاعه ومش خوف زياده عن على البوينت بتاعك مستواك هيزيد. ليه؟ لان انت بتطور، غير ان واحد كره تتشاط لا هزقها هضمنها. تضمن ايه؟ ما لو انت هتضمنها اللي قدامك حبيبي فرقه، يبقى انت ما ضمنتهاش. فانا قلت اقول المعلومه دي لان كذا حد يسالني يقول لي انا بحس ان انا قلقان قوي، فهقول لك قلقان قوي هتخسر قوي، ولو كسبت واحد هتكسب واحد ضعيف وبيقلق اكتر منك، لكن مش عمرك ما تكسب واحد جريء عنك خلاص. المعلومه دي مهمه جدا، في حاجه اسمها خساره مكسب. طلع كل لعبك وكل اللي انت اتدربت عليه عشان مستواك يزيد. نرجع تاني، لو انا بلعب سبين كده والكره قاعده بتفوت مني، هي دي صح ولا غلط؟ هسيبك 3 ثواني ترد. بتفوت مني يبقى ده صح ولا غلط؟ الشكل صح والحركه صح. ايه اللي غلط؟ التايم بتاعي او المسافه اللي بين المضرب وبين الكوره عشان اعمل عمليه الاحتكاك اللي احنا قلنا عليها دي. طب انا لو عملت كده، ها ضربت الكوره، ضربتها بتدي سبن، بتدي سبن خلاص. لكن لما اضربها كده فعلا هي عمرها ما تدي سبن، مش هينفع تدي سبن. بص عمرها ما تدي سبن، تمام؟ يبقى انا المفروض بحاول المس الكوره كده من اعلى نقطه ليها. طب انا بتفوت مني كده، يبقى انا عامل كل حاجه صح ما عدا تقديري لمستوى المضرب على الكوره. فانا بحاول بقى اظبط الدنيا، احاول اظبط اكتر، اظبط اكتر، اظبط اكتر، لغايه لما الاقي نفسي احساسي بقى زاد وبقيت اجيبها، بقت سهله ان انا اجيبها. بحاول المس صح، احاول احس بالارتفاع. بص اللمسه، الدوران يزيد اكتر. يبقى احنا قلنا التوب سبين اللي هي السبين الاعلى بعمله وقت ما تكون الكره زقه، ودي بعملها لما اكون جاري كره كونتر عادي، تمام كده. انا بحاول ان انا ابسط المعلومه على قد ما اقدر، ولو في اي حاجه مفيش مشكله كومنت كده تحت الفيديو، ونشوفكم على خير. وقبل ما انسى، ان شاء الله هيبقى في جوائز للقناه لاكتر واحد بيعمل شير للقناه، اللايك، التعليق، وهتبقى جوائز ان شاء الله كويسه باذن الله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.